أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي. طلاب الصف العاشر، هذا هو الوصف لوحدة حقوق الإنسان في مادة التربية الوطنية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة حقوق الإنسان سنناقشها، ومن ثم سنتطرق إلى حقوق الإنسان في الأردن. كونوا معي بداية. وكما يظهر أمامكم، فالوحدة تتكون من درسين: الدرس الأول الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والدرس الثاني حقوق الإنسان في الأردن. دعونا نناقش محاور كل درس على سواء. كما يظهر أمامكم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هنا مقولة: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الشرعة الدولية للخليفة عمر بن الخطاب والتي تبعها الكثير من الخطابات والشرعيات الدولية، ولكن بدأ فيها بها الخليفة عمر بن الخطاب. هي توافق الممارسات الدولية على مجموعة المبادئ والقواعد التي تؤمن حقوق وحريات الأفراد، وهي حقوق وثيقة الصلة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها، وتلتزم الدولة حمايتها من الأعداء والانتهاكات. نريد أن نتأمل هاتين البطاقتين. تقول البطاقة الأولى: حقوق الإنسان متصلة في جميع البشر بصرف النظر عن جنسهم، لونهم، دينهم، تضمن للناس حقوقهم وحرياتهم بتساو وعدالة ومن دون تمييز. أيضا البطاقة الثانية تقول: تعزز حقوق الإنسان الديمقراطية وحكم القانون، وتضمن حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق، وتسهم في بناء مجتمعات مستقرة وآمنة. هنا عزيزي الطالب، ننتقل بعد هاتين البطاقتين إلى مصادر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. صدرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 48 و900 و1000 للميلاد. ولكي نعرف مصادرها، هذا الشكل يبين لنا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 66 و900 و1000 للميلاد، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 و900 و1000 للميلاد، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 66 و900 للميلاد. هنا هذا إجابة. أعدد مصادر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ونعطي أيضا أمثلة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية. بعدها سننتقل إلى بطاقتين. يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة قانونية صاغها ممثلون من جميع أنحاء العالم لحماية حقوق الإنسان الأساسية عالمياً، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس عام 1948 للميلاد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة. هنا عزيزي الطالب، تضمن العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الصادران عام 66 و900 و1000 للميلاد مجموعة من أهمها: الحق في الحياة والأمن، الحق في العمل وحرية التنقل والعبادة، الحق في حماية الأسرة، المساواة وعدم التمييز، الحق في التعليم والصحة، حرية الرأي والفكر، حق الملكية، وحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في العيش الكريم. ننتقل بعدها إلى البطاقات التي تظهر أمامكم. تعد الحقوق من دعائم الأمن والسلم الاجتماعي، وعليها يتوقف تكامل العلاقات الإنسانية المتعددة، وهي عنوان رقي المجتمعات، ويعد اختلال منظومة الحقوق سبباً لانهيارها. القانون الدولي لحقوق الإنسان هو الذي يحمي حقوق الإنسان في الأوقات كافة، في
في الحرب في السلم على حد سواء، وتجيز بعض معاهدات حقوق الإنسان للحكومات أن تعطل بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة والضرورة القصوى، ويحمي القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال المسلحة، وتلتزم الدول المصادقة عليها موائمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، فهو يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو يتوقفون عن المشاركة فيها، يقيد وسائل الحرب وأساليبها، يطبق في أوضاع النزاع المسلح، لا يسمح بأي نقض للقانون في حالات الطوارئ، يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية مثل شرع التشريعات الجزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. أما بالنسبة للدرس الثاني فهو حقوق الإنسان في الأردن. الانتماء لهذا الوطن الذي نريده وطناً لكل الأردنيين، وطناً تسوده روح العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان. يقوم الأردن بدور فاعل في حماية حقوق الإنسان، وهو التزام من الدولة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والمحافظة عليها بموجب القوانين الدولية ومواد الدستور. وكما يظهر أمامكم على الشاشة، فالفكرة الرئيسة من هذا الدرس معرفة دور الأردن في حماية حقوق الإنسان وبعض مواد الدستور الأردني الخاصة بحقوق الإنسان الأردني والمؤسسات الأردنية الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان. سيلي بعد ذلك نتعرف على أبرز مرتكزات حماية حقوق الإنسان في الأردن. دعونا نتأمل البطاقات الآتية. إن المبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي قام عليها الأردن تتمحور حول رفع شأن الإنسان وصون كرامته وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة. يولي الأردن أهمية قصوى للتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. وردت حقوق الإنسان الأردني والأردنيات في الفصل الثاني من الدستور الأردني. لقد صادق الأردن على اتفاقيات دولية عدة متصلة بحقوق الإنسان، ويتعاون مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها. ولقد تبنى الأردن خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، ولنتعرف أهدافها دعونا نتأمل هذا الشكل. هذا الشكل يوضح لنا ترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية حقوق الإنسان، بناء القدرات الفردية والمؤسسية لحقوق الإنسان، تطوير منظومة التشريعات الوطنية لتصبح أكثر موائمة مع الدستور، ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.